الجيش واللجان الشعبية 300 هدف عسكري ومنشأة سعودية في مرمى القوة الصاروخية اليمنية. قاهر واحد يدك مطار جيزان واستهداف زورق حربي معاد قبالة ساحل المركز. شهداء وجرحى جراء غارات طيران العدوان السعودي على مناطق متفرقة في مختلف محافظات الجمهورية. اليمنيون يتحدون الحصار والعدوان بفعاليات مجتمعية ومدنية إحياء للمولد النبوي الشريف في وقفة احتجاجية تنديد شعبي بموقف الأمم المتحدة المنحاز للعدوان. المرتزقة الكولومبيون ودول العدوان فضائح تكشفها وكالة الأنباء الفرنسية.